صباحكم الله بالخير، شلونكم؟ عساكم طيبين. رجعنا لكم من جديد، واحب اشكر الداعمين قريبا وبعيدا وكل اللي وقفوا معي قلبا وقالبا، وعلى ما قال بيض الله وجيهكم بياض الشعر، لا تكرهوا شيئا الا هو خير لكم. هو خير لكم، وانت يا ابو فهد كسبت العلم الطيب وكسبت محبه اخوياك وكسبت محبه الجمهور، وهذا من طيب راسك. احنا تونا طالعين الان الحصان الطحطوح. ارحب ارحب يا الحصان، الله حيه، كسبتك والله 60 اخو، وابشر بسعادك، وهذه بدايه مشوارك، وجعل ربي يوفقك. فالهم التوفيق. اي والله فالكم التوفيق اخوياي اللي باقيين 26 واحد، فالهم التوفيق. وصراحه اسبوع، لكن الاسبوع هذا كان اللي معهم شهور الصحبه والضحك الزين. طلع علي عفان، تعال والله اسلم اسلم، والله يبيض وجيكم ويجمع حالكم. اما الحين مع عفان الهاجري كلمه، الاخو قاعد والقرب دعمه. وش اقول، قاعد وش اخلي؟ اي والله قاعد جزء لا يتجزأ من ذا المجموعه، واعمده من اعمدتها. ان شاء الله انه هو الممثل الرسمي، وخير من يمثلنا، طلع من اول من يطلع من النسخه ذي، يا يعطي الجمهور انطباع عنا، عن ثقتهم فينا وعن ابداعه وعن محتوى اللي عنده اللي بيقدمه، وخير من يشرفنا. ونقول قاعد السعادة البسيطة اشتقنا لك فيها. أيوة، خص الفترة ذي بالأخص. أيوة اللي هي الصباحية ذي، لكن ما هنا بعد إن شاء الله بتجينا يا أخو عيفان وأخو المتسابقين كلهم. أحب أشكر داعميني مرة ثانية، وداعمين سلطان جلوي المطيري، وعادل المطيري، خالد الروقي، عبد الرحمن خشمان الرشيدي، مرة شكرا، بيض الله وجيهكم بيض الشحم. وما قصرتوا، وما به الا هذه بدايه المشوار. كنا ماسكين ايش اسمه عنانا الفرس، الحين فكناها، فرسي قامت الحين تجمع على كيفها، والعيال الله يوفقهم وفالهم التوفيق ان شاء الله. بدايه خير ان شاء الله، تونا نقول بسم الله، ومتوجه الى البلاد ماشي عفيف. صح ان الجو يعني متغير علي، فاقدن العيال، بالاخص فاقد لي خمسه، عباس الحربي، وسلطان المطيري، وعادل المطيري، وعيفان العيفان الشاعر الكبير النجم، اصحابي هذول اللي سريرنا جنب بعض طول الوقت، احنا كلمتنا واحدة وبعضنا يعلق على بعض والوضع عادي عندنا. ربي عسى يوفقهم جميعا، وأصب عليهم من هذا المنبر حتى أنهم بعدين يدرون أني ما نسيتهم، هم يحسبوني لو طلعت برا أني بنساهم، ما يدروا ما يدروا.